السلام عليكم، اليوم جبت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نوريكم اسعار بارات ميموار تاع الرام. قبل ما نبدا الفيديو حابكم غادي ديروا جام. في هذا الفيديو لقيت غير خمسه يبيعوا فيهم، اخي ما راحش ندير لكم، ما كانش بزاف الاسعار. بسم الله نبداو. عندنا هذه الاولى دي دي ار 4 4 جيجا 2400 ميجا هرتز زيكور، ايه دير 550 ألف. كاينة هذه ثاني تيم إيليت، شركة تاعها تيم شنونا لبالي، و 8 جيجا دي دي ار 4 2666 ميجا هرتز. باقين عندنا هذه من اداطا 8 جيجا 3000 ميجا هرتز، اسمها جيم اكس دي 30 دي دي ار 4 1050. هذه دير 1050، هذه تشعل ضو نو بيش فايدة. هاي روحو الاخرى، هنا كاينة هذه من اداطا 8 جيجا 3000 ميجا هرتز، او الاسم تاعها دي دي ار 4 ثاني ار جي بي. انا مكانش كامل دي دي ار 6 يباعو فيها دي دي ار 6، مو هذي ار جي بي دير 1090. هذي هنا تشعل ضو هاي كيف هي، وهذه واقعية برك الضوء تختلف 3000 ميجا هرتز. هذه دير هذه اسمو هذه 1190، هذه بالاكس بي سي الشركة تاعها دي دي ار 4 حسبت لي 60 جيجا شفت هنايا، ار جي بي 8 جيجا هذه 3000 ميجا هرتز تشعل الضوء. وهذو هما الاسعار تاع اليوم. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو كش واحد عاوز يسقسي على الاسعار تاع كلش، او يحب يجمع بي سي ولا ورولو الفيديو. راني داير ورولو فيديوهاتي الاخرين ثاني، و تنساوش ديرو جام و تابوني في لاشين اذا ماكش بابونيين. و هذا مكان عندي فيديو اليوم. السلام عليكم.